واحدة بتقول أنا بنتك من سوريا وعرض موضوع ملخصه هذا الرب بيرجع في كلامه: لا يا بنتي، لا 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 لا، حاش حاش، ده كل أمور الرب بالنسبة له مرسومة منذ الأزل، هو ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ولا يتغير في شيء من كلامه أو من مواعيده. يعني البعض بيقول ما هو طول عمر حزقية 15 سنة، لا هو ما طولش عمر حزقية. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا قال لأشعيا، قال له روح قول للملك ده أنت هتموت. فالملك ده راح، نعم الملك ده راح يبكي ويصلي قدام ربنا، فربنا قال لأشعيا، قال له روح رد عليه قل له زودنا عمرك 15 سنة. هل عمره زاد 15 سنة؟ لا. أمال إيه اللي حصل؟ قال لي كل شيء تحت السماء وقت، للولادة وقت وللموت وقت. أمال إيه؟ عند ربنا دي قصة مكتوبة، قصة مكتوبة. إيه القصة؟ إن حزقية هيحصل معاه كذا، وربنا هيقول له كذا، ويقول له مرة تاني طول له في عمر خمن. التغيير عند حزقية، البلاغ اللي وصل له، الخبر اللي جاله، لكن بالنسبة لربنا ده حاجة مرسومة منذ الأزل لا تتغير. فيا بنتي ربنا لا يمكن يرجع في كلام، ده ربنا. عارف ربنا يعني ايه؟ ربنا يرجع في كلامه ازاي؟ هو المالك الكل والمتسلط على الكل، كل شيء في ايده، ازاي يرجع في كلامه؟